هو لحد ما حضرتك بدأت كان لسه بيعمل كونفيرت. اه طبعا انا خد وقت خالص. ممكن أسأل سؤال يا دكتور؟ اتفضل. هو كده اودو بيستخدم فلاسك، فلاسكا ده ايه يعني انا كنت قلت ان اودو ده شيء كويس جدا وان هو بيسهل ومطلوب في مصر بطريقة قوية والسالري بتاعه عالي جدا، بس هو كده هيبقى بطيء. هو الغالب اودو ما بيصنفش من الـ يعني هو طبعا اي ار بي سيستم وكل حاجه، بس ما بيصنفش من الاي ار بي سيستمز الكبيره، يعني بيشتغل في الشركات المتوسطه والصغيره تمام، ما بيصنفش من اللي هو من الحاجات اللي هي اللارج، يعني الحاجات اللي هي اللارج انتربرايزز وكده يعني. فبطبيعه الحال هو بيشتغل عموما الاي ار بي سيستمز عموما بتلاقيها ايه؟ الاي ار بي سيستمز بتبقى شغاله على حاجات في الغالب داخليه، موظفينك، مرتباتهم، الاكونتنج، السبلاي تشين، اللي مش عارف الانفنتوري، مش عارف يعني كلها حاجات برضه داخله في ايه؟ الشركه ذات نفسها داخليا، فبتبقى مرتبطه بعدد الموظفين ومرتبطه بكلام زي كده. هي في اغلبها رغم ان في بعض الحاجات بتبقى واصله للكلاينتس اللي هي الكاستمرز بتوعنا او كده يعني، لكن مش شرط تكون السيستم يعني السيستم كله يبقى متعامل مع يعني مش سوشيال ميديا مثلا، مش السيستم كله قائم على اليوزرز ودخول اليوزرز على السيستم والكلام ده، فاهمني؟ مش قائم على ده. وبالتالي فعدد اليوزرز اللي داخلين على السيستم اللي بيبقى شبيه يهودو او اي ار بي سيستم عموما ما بيبقاش اعداد رهيبه وكلام زي كده. فرغم ان ساعات بتبقى عمليات رهيبه، يعني ساعات بتبقى مثلا عمليات، لو انت مثلا في البوينت اوف سيل، مثلا لو انت شغال بوينت اوف سيل جوه الاي ار بي سيستم هتلاقي طبعا مشاكل طبعا. يعني لو انت شغال مثلا يعني اودو وشغال على كارفور مثلا وسيستمز بقى واقفه، يعني بوينت اوف سيل عماله تك 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 تك، متهيألي هنقابل مشاكل، فاهمني؟ في البيع وكده، او على الاقل بطء، على الاقل خلالها انها قابل بطء والله اعلم. طب احنا لينا في الكورس ده مهما يكن هو ليفل كام ان احنا ندرس اودو؟ وليه لا؟ وليه لا؟ ايوه بس انا مش بتاع، انا مش عارف اشرح لك السايكلز بتاعت السيستمز، يعني ما بشرحش الانفنتوري شغاله ازاي، ما بشرحش الاكونتنج شغاله ازاي، مش ماليش في الكلام ده. انا بشتغل ديفلوبمنت بس، يعني السيستم موجود وعايزين نزود عليه شاشات، عايزين نحذف، عايزين نجيب حاجات من البيانات ونعرضها بشكل معين، يعني ديفلوبمنت، ما بشتغلش في ما حاجات هو تانية. ما هو هو ده المطلوب، يعني هو دايما بيبقى الاودو موجود وازاي بيطلبوا حد يعمل كاستمايزيشن عليه. احنا بتوع كاستمايزيشن، لكن احنا مش، لكن ممكن تلاقي ناس بتروح تاخد اكاونتنج على اودو، دول اصلا جايين يستخدموا اللي موجود، فاهمني؟ دول اللي بيتعلموا اللايف سايكل بتاعته شغاله ازاي، وبيبعت فين وبيجي منين ويحط الشاشه دي فين وبتاع، يعني وكاند يوزرز هيقعدوا على السيستم يشتغلوا على اللي موجود، فاهمني؟ لكن ده احنا ما بنقدموش، هو انا ما بقدموش وما احبش ان انا اقدمه، يعني بمل بسرعه يعني. ليه كده بس؟ لكن لا مش مهم، المهم ان في امكانيه قدام، اللهم امين، بعد ما ناخد الفرونت اند احنا كده كده في الباك اند، فرونت اند وموبايل، ونعرف نعمل ويب ونعرف نعمل موبايل، ممكن نتجه لاودو ان احنا نعمل كاستمايزيشن ليه. احنا ممكن يعني ممكن يكون انت في المستوى اللي احنا اخدناه والداتابيز والكلام ده كله، انت ممكن تبدا من دلوقتي انك تشتغل على تشتغل فلاسك، تاخد فلاسك الاول تتعلم فيه شويه حاجات، وبعدين تبدا على طول على اودو. ده يعني ده يبقى المستوى بتاعك على طول كده، دخلت في الموضوع زي ما بيقولوا، دخلت في قلب الموضوع على طول مباشره. ممكن يا ريت والله يا دكتور لو نشوف الشباب رايهم ايه، لان ده تطبيق عملي على شيء موجود في السوق. طبعا كل اللي احنا بنقوله كل حاجه موجوده، بس لا انا قصدي، لا انا قصدي في يعني في برودكت موجود وفي عليه طلبات وهكذا. اما بالنسبه للاي ار بي، اي حد محتاج من اخواننا في حاجه في الاي ار بي انا جاهز. صحيح انت موجود، صحيح ده انا عمال اقول مش اللايف سايكل بتاعت الحاجه شغاله ازاي، بس انت ليك باع في الموضوع ده،
لكن يا ريت يا باشمهندس، يعني لو بعد إذن الدكتور، يعني لو نستفيد من خبرة حضرتك في القصة ديت. يعني انا الحمد لله انا اشتغلت فتره طويله جدا في الاي ار بي من قبل ما يكون حتى في اوراكل ابلكيشن يعني. بس طبعا يعني مساعدتي تكون في الكونسبت مش في الفانكشناليتي، مش في الايه، مش في الفانكشن نفسها. لان انت عارف مثلا اوراكل البروسيس مثلا بتاع المبيعات بتختلف عن ساب بتختلف، بس في الاخر في جنرال بروسيس كده بتمشي. ايوه بالظبط. انا ممكن في المجال ده الحمد لله. يعني انا اخر بروجكت اشتغلته في السعوديه، كنت وقتها في السعوديه، كان على اودو. يعني عملنا، كان عندنا حوالي اكتر من 15,000 يوزر. بسم الله ما شاء الله. اللي كانت جمعية تحفيظ القرآن الكريم اللي هي مكنون. كويس. فحضرتك عارف بقى الحلقات والمدرسين دول يعني. نعم. فبشكل عام أي حد، أنا هكون لي الشرف الله يجزيكم الخير، أي شيء بإذن الله. جزاك الله خيرا. لكن طبعا عشان أنت مش شغال على ده كديفلوبمنت، الموضوع مختلف. فاهمني؟ خلينا في الديفلوبمنت، احنا مش عايزين نسيبك. طبعا لا هو ايوه احنا مع حضرتك. يعني انا عايز اخد اودو ماشي ومع حضرتك، يعني مش عايز اخرج بره، عشان بناخد معلومات كتير مطلب الجميع يا دكتور، بناخد معلومات قبل معلومات وسيئه جدا. احنا مش انا محمد مرزوق يا دكتور. ايوه مع حضرتك. معاك. فانا مش عايز اروح لحته مين بيديني معلومه وفي الاخر يداني غلط، او يديني معلومه قبل معلومه، والاقي نفسي في الاخر بعمل برامج كده زي ما حضرتك كل فين كان بتقول. انا مش حابب دي. انا خدت المعلومات من حضرتك جميله مرتبه، بعرف اطور نفسي كويس جدا. مش مهم يكون في الكام، بس المهم تكون تحت مظله حضرتك. ربنا يبارك فيك. وانا معاك. كلنا طبعا في ده مطلب الجميع يا دكتور. يعني اقل من انتم بتتكلموا فيه دوت، يعني هي تسهيل ربنا يعني. الحمد لله. يعني طبعا ربنا يوفقكم، انا والله معاكم، ونفسي من زمان ان احنا اكون مجموعه من الشباب وياخدوا خط واحد بدون تشتيت. خط واحد وتمكنوا فيه وفي فروع، ومفيش مشكله براحتنا. مش يعني الموضوع انت ممكن بالباك اند بس اتعلمت باك اند كويس وبشكل محترم وتقيل، تلاقي حد يعيش وتشتغل. فاهمني؟ بس مش محتاج. لكن انا بتكلم على ان انت تستمر وتكمل وتاخد كل الاتجاهات زي ما ربنا ييسر لك من العلم يعني. بس للاسف الناس بتتشتت ما بين كذا فكره، ما بين كذا تول، ما بين مثلا لا انا مش عايز الاي اي او مثلا اتش تي بي. طيب خلاص ماشي. طبعا لو اشتغلت فاست اي بي اي ما انت هتقول كده برضه. ولو اشتغلت فلاسك في ناس تقول لك ايه اللي نزلنا في الحاجات الضعيفه دي. ولو اشتغلت كمان يعني صعب انك ترضي كل الافكار وكل الاتجاهات وكل الكلام ده. ولذلك الناس بتتشتت وبنبدا نختلف. فانا اتمنى ان احنا ماسكين البايثون مثلا. بايثون لسه في كتير، لو قضينا تقريبا عمرنا كله، لان هم اصلا يعني شركات كتيره، كل شركه بتعمل موديول وبتاعهم جميع الدنيا كتير جدا. لو انت قعدت متخصص ماسك فيه كده وماشي على الخط انت كويس جدا. بس اتعلم بقى، ضيف لنفسك كل شويه كل شويه كل شويه امكانيات. فاهمني؟ بدل ما تقعد تشتت نفسك وتقول لا طب ما الجافا اقوى وفي حاجات اقوى بكتير جدا من البايثون. خلاص ماشي. قعدنا بقى كده خلاص. فاهمني ازاي؟ شتت نفسك وروح هنا شويه وروح هنا شويه ومش هنوصل لحاجه كده. فهمتوا الفكره؟ ما الجافا كويسه حد يقدر يعني ينطق الجافا. البايثون برضه كويسه ودي برضه كويسة. خلاص هتقعد تتنطط ما بين كل اللغات كل شويه. وكيف تنطط ما بين التولز وكيف تنطط ما بين الفريم وركس. مش هتقدر توصل لشيء. خلاص انا في الغالب يعني بحب دايما اكون منطقي في طرحي. يعني انا اخترت اي اي او اتش تي تي بي باين قوي السبب. فاهمني؟ وشفناه مع بعض. خلاص لسه بعت سامك معناها اسرع عشان برضه سبب معروف. فاهمني؟ طيب هل ده معناه ان انا مثلا بعيد في حد شغال فاست اي بي اي مثلا؟ لا طبعا. او فالكون. طب ليه انا ودايما كنت اقول لكم دول حلوين كلهم. ليه؟ علشان دول يسابقوا بعض. بكره في تحديث بيحصل على فاست اي بي اي ممكن تبقى اسرع بكره من اي اي او اتش تي تي بي، وبعد فالكون ممكن توصلوا ممكن تنزلوا. وتحديثات شغاله من الشركات. خلاص انا مش مهم، بس المهم اكون في الحاجات اللي هي الايه؟ الظروف المسموحه كويس. فاهمني؟ بس
اتوقع الله بقى مش بعد ما ابدا اشتغل او ما لا ده انا سيد انا غلطان انا المفروض اروح اشتغل فالكون مش توصل كده لحاجه. طب هل يا دكتور معلش ممكن جانجو مثلا تسبق مثلا في البرفورمانس بتاعها بعد كده ك ك ك كاساس على اساس انها مثلا يعني عليها طلب كتير او الكلام ده كله ولا هي بعيده عن المنافسه؟ والله انا وجهه نظري ان هي بعيده عن المنافسه لان لسه قدامها كتير قوي عشان تعرف تعلى بالمستوى توصل لدول. عشان تعمل ده هي لازم تبني بشكل مختلف جديد عشان تقدر تكسر كل مشاكل عندها. في حين انه مش ممنوع يعني وارد بلا وارد يعملوا كده او ينزل حاجه اسمها بدل جانجو ريست فريم ورك ينزلوا حاجه اسمها جانجو ريست اي اي وتتبني بشكل جديد خالص فريم ورك مختلفه تتبني بشكل جديد وتخش في السرعات وتبقى مبنيه برضو على الكيرنل بتاعت الجانجو بس بعيد عن الجانجو ريست اي اي فريم ورك ده يبطئ يبني حاجه جديده خالص وشيء ممكن ما هو اعلم بس احنا بنتكلم في المتاح واللي قدامنا يعني في اللي نقدر نقيسه ونشوفه تمام؟ فلاسك زي ما قلنا فلاسك مهم لان مبني على الاي ار بي سيستم بتاع اودو مبني عليه على فلاسك ممكن تيجي تقول لي بقى هنا بقى هنشتغل فلاسك اقول لك اه هنشتغل فلاسك تقول لي ليه انت نزلت المستوى اقول لك لا ما مش نازل المستوى انا رايح اشتغل على سيستم اوريدي اكزيست وسيستم موجود في السوق وليه شغله زي اودو وليه شغله موجود فانا بشوف ايه اللي بيستخدمه هو بيستخدم 1 2 3 10 هشتغل 1 2 3 10 دول لان انا هنا التارجت بتاعي محدد ومباشر فاهمني؟ مش بلاقي بقى تبقى للبرفورمانس وتبقى لاحسن حاجه وتبقى بقى انا عايز اشتغل باي سبارك وعايز ما فيش اصلا في الكلام ده اصلا وده ما فيهوش الكلام ده اصلا. سؤال يا دكتور يمكن معلش يعني يكون سؤال مش لا عادي مستوى يعني بس انا بما اني يعني ضعيف في البروجرامينج هل مثلا اودو شغال على الفلاسك فريم ورك ممكن نعمل معاه اد اونز على فريم ورك ثانيه؟ لا اقول لك ليه؟ هي ممكن نعمل حركه هقول لك عليها برضو بس عايز افهمك حاجه اساسيه قوي ده هيدخلنا في الموضوع الحمد لله اللي احنا عايزين نقوله ان احنا في الاول عشان نبدا نشتغل على الكلام ده لازم نقوم سيرفر عشان يقدر يخدم على الشغل فانت هتقوم اكتر من سيرفر بقى انت هتقوم سيرفر اي فلاسك وهتروح تقوم سيرفر تاني اي اي او مثلا فاهمني؟ ويبقى سيرفرين قايمين يعني ايه سيرفر قايم؟ خلينا نبدا اوريكم يعني ايه سيرفر قايم ماشي؟ يعني ايه سيرفر يقوم؟ وابدا اقول لو احنا شغالين فلاسك يعني مثلا في سيرفر مثلا اودو شغال على فلاسك ومبني الداتابيس بتاعته بوست جريل تمام؟ بدأوا شفته من بوست جريل لماي سيكوال دلوقتي او شفته فعلا من بوست جريل لماي سيكوال تمام؟ عشان طبعا عشان بس ميزه اتضافت في الماي سيكوال مهمه جدا اللي هي الدوكيمنت داتابيس اللي هي الجيسون اتضافت في الماي سيكوال ولسه ما اتضافتش في البوست جريل فهم محتاجين يتنقلوا للخطوه دي بتاعت البيج داتا والجيسون فاتنقلوا الماي سيكوال بس لكن مش عشان في عيب في البوست جريل لا هم كانوا شغالين بوست جريل ومش شغالين ماي سيكوال عشان البوست جريل اقوى من ماي سيكوال قولا واحدا لكن مع التحديثات اللي تمت في الماي سيكوال بانتقالها من الريليشن داتابيز الى الدوكيمنت داتابيز بقى في ميزه موجوده في الماي سيكوال مش موجوده اصلا في البوست جريل يعني مش عارف نقارنها اصلا بالبوست جريل يعني هي في الحته دي اقوى من البوست جريل في الحته لان مش موجود اصلا بديل ليها في البوست جريل ممكن كمان سنه او كمان كام شهر بوست جريل تنزل دوكيمنت داتابيز وتبقى ساعتها اقوى برضه من الماي سيكوال في الحد دي مش قضيه لكن الوقت الحالي كريليشنال داتابيز تقارن بوست جريل بماي سيكوال بوست جريل ولذلك هم اختاروا بوست جريل لكن لما اضافت مميزات خاصه بال من اول فيرجن 8 على ماي سيكوال واضيف الدوكيمنت داتابيز والحاجات دي بقت الماي سيكوال فيها ميزه مش موجوده اصلا من اساسه في البوست جريل ولذلك هم اضطروا ينقلوا للماي سيكوال تمام ده في الاودو
شغالين هم شغالين فلاسك، فلاسك فريم ورك زي غيره تمام، وشغالين ومقومين السيرفر. طب انا ممكن ابني سيرفر جنب سيرفر، دي تبقى قصه ثانيه. يعني ابني سيرفر بتاعي اي اي او اتش تي بي واشتغل مع الداتابيس بتاعتهم اللي هي ماي سيكول، واجيب واد واعمل عمليات واطلع الاي بي اي بتاعتي واسيب الفلاسك على جنب كله. ده ممكن؟ انا ممكن طبعا، ده وارد، بس هتبقى مقوم ايه؟ مقوم فلاسك لازم يكون قايم. ليه فلاسك لازم يكون قايم؟ عشان الشغل المبني بتاع اوتو كله بيتكلم فلاسك، صح؟ نعم مظبوط. صح، فانت هتسيرف خدمات جديده يبقى ليك شغل تاني، يبقى دي قصه تانيه. تمام؟ يعني ايه؟ اقوم سيرفر.